بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الكنترول الأولاني راح نتكلم فيه في السيشن ده يكون عبارة عن النكست والبريفيوس. الزراير نكست والبريفيوس يا جماعة هتحطوا جوه الكونتينر. طبعا هو من الواضح إن هم جزء من الكونتينر، فاهمني؟ يعني الأسهم اللي أنت راح تشوفها والكلام ده بيكون موجود جوه الكونتينر، مش بيكون بره الكونتينر، تمام؟ يعني جزء من السلايدات أقصده، يعني فاهمني؟ بس هو مش سلايد بحد ذاته، لكن بيركب على السلايد، فعشان كده أنا هبتدي أحطه قبل السلايدات بتاعي، تمام؟ ماشي. أنت محتاج إيه؟ أنت محتاج تدرج لي زرار، تمام؟ بوتون، بس بطنها بيها شكله مختلف شوية يعني، تمام؟ رايت. طبعا مسألة الشكل والكلام ده حضرتك عارف ان اللي هغير في الشكل هو الجلوس، هو اللي هيبتدي منتج لي على الجانب. طالما انت شغال على الاوربت، يبقى الكونتنت بتاعك المفروض يكون مربوط ب الاوربت، المجال اللي انت شغال عليه. فالجلوس بتاعه يا جماعة بيكون عبارة عن اوربت. ودلوقتي احنا شغالين هناخد البريفيس. يبقى اوربت بريفيوس ده يا جماعه ده مسؤول عن ان هو يمشي لي الصور للبريفيوس اللي هو بمثابه السابق، يعني بمعنى ادق. تمام، خلينا نكتب مثلا كلمه بريفيوس. ده انا كنت عايز اللي البيم يطلع شويه، ادي كنترول اس ابتدي اعمل انا كنترول دي، وده طبعا كان المفروض ان هو يكون عباره عن نيكست، وده نخليها نيكست. لا انا عملت كنترول اس ورحت بيفرش، هلاقي ان ادي الكلمه بتاعت بريفيوس وادي الكلمه بتاعت نكست. نكست المفروض يجيب لي الصوره التاليه وهكذا. البريفيوس المفروض يرجعني خطوه، والتاثير الفيل ده اللي هو بتاع اللي بتتزج وبتيجي اختها جنب منها، ده طبعا جافا سكريبت انا ما بعملش فيها اي حاجه، تمام؟ ده كام جانب. الجانب اللي واجب ان احنا برضه يعني زي مثلا نحسيه في السيناريو ده الروز الاسهم يا جماعه. اصلي في كاركتر اسكي عندي كميه كبيره من الاسهم اللي انا ممكن احطها. لو انا مثلا كنت عايز ابدل، مش عايز كلمه نيكست، انا عايز احط سهم معين. يعني شوف، زي ما احنا كنا بنحط علامه اكس على الكلوز يا جماعه، فاكرين في الكلوز بوتون كنا بنحط علامه اكس صغيره؟ فاحنا ممكن نستخدم الاسهم دي يا جماعه. عندك كميه كبيره من الاسهم، انت ممكن مثلا انا عايز حاجه سيمبل مثلا تخلي لي الكلام بسيط، مش عايز حاجه يكون فيها شغل وحركه جامده. ده مثلا ده هنخليه البريفيوس. انا كل اللي انا هعمله ان انا هاخد الشفره بتاعت اسكي دي اخدها بكبي، وحضرتك عارف هتلزقها فين بالظبط مثلا بدل كلمه بريفيوس. ده لو حضرتك مش عايز مثلا عايز تشيل تماما كلمه بريفيوس وتظهر مكانها الكود ده، فانا عايز اشيلها واظهر السهم ده. ونفس السيناريو، انا هشيل الجانب بتاع نيكست، كلمه نيكست احط مكانها السهم ده، ويرجعني لكنترول اس واشوف ماذا أدلينا في ذلك الجانب. لو أنا عملت اف 5 ألاقي المسألة بقت بالسهمين الصغيرين دولت، وده يعني بيحاول يوفر لي في المساحة اللي بيبتدي يظهر فيها الكونتنت. فربما مثلا الكلمة تكون مدارية لي جزء من الصورة، رغم مش هتداري جزء من الصورة، لأن كده كده الكونتينر اللي هي فيه بيبقى يعني ترانسبيرنت، شفاف شوية. لكن حضرتك برضه عندك الفكرة. و للجانب الأشيك شوية ممكن، يعني الواحد بتيجي في باله حاجات غريبة شوية. أنت ممكن تاخد البتاعة دي كنترول سي وتروح تحطها جنب أختها مرة تانية، يبقوا سهمين. مش عارف، لا حد بيشوفها في المواقع الأجنبية، يعني الجماعة دول بيحاولوا يفكروا بطريقة غريبة شوية، فتحس إن السهمين ربما تكون أشيك يعني. وارد. آسف جدا على الاستقطاع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.